يرى الموصليون في دجلة سبب لوجود مدينتهم، ويرون في انحساره تهديدا للحياة فيها. انخفاض مناسيب المياه مشكلة مركبة، فهي فضلا عن كونها شح مياه تعد تهديدا بيئيا لارتفاع نسبة الملوثات في النهر بسبب قلة المياه، ما دفع الناشطين ومنظمات المجتمع المدني في نينوى إلى إقامة مهرجان للدعوة إلى حماية دجلة. إقامة برنامج لمناصرة نهر دجلة من الملوثات، إضافة للمشاكل الكثيرة التي يعاني منها النهر بسبب انحسار المياه وانخفاض مستوى النهر. نعمل من خلال هذا المهرجان على لفت الأنظار لهذا النهر الذي يعتبر هو سبب وجود هذه المدينة، بالتالي نضع نهر دجلة على الواجهة ليكون الأولويات أمام كل الجهات العاملة في هذا المجال. تحشيد شعبي وجماهيري تشهده نينوى لتأكيد أهمية الحفاظ على دجلة وتوضيح المخاطر التي تواجه المناطق الواقعة على ضفافه، وسط دعوات لإيجاد الحلول لمشكلتي انحسار المياه وارتفاع نسبة التلوث. نهر دجلة الآن يعاني من الجفاف والتلوث، نحاول أن نربط ونحشد المجتمع ونحاول أن نعمل على تحويل قضية نهر دجلة والجفاف الذي يحصل به والتلوثات إلى قضية رأي عام، لأنه يشكل عصب الحياة لدى المجتمع العراقي بشكل عام. ويعاني نهر دجلة من مشاكل متراكمة تؤثر على مياهه وكمياتها وعذوبتها، بدءا بالملوثات الطبيعية والصناعية ووصولا إلى التجاوزات على مقترباته وممراته المائية، ما يشكل خطرا حقيقيا ويهدد بحدوث كوارث بيئية. يعاني نهر دجلة في السنوات الأخيرة من عدة ملوثات، أبرزها المصبات التي تصب فيها من المجاري وهي 24 مصب، ملوثات المستشفيات والمصانع، بالإضافة إلى التجاوز على الأنهر من خلال البناء في الكازينوات أو القاعات، وأيضا رمي المخلفات من هذه الكازينوات داخل النهر. وتتعالى الأصوات بين حين وآخر للتحذير من مخاطر استمرار التجاوزات على الأنهار وتزايد كميات التلوث في وقت يواجه فيه ملايين العراقيين حرمانا حقيقيا من المياه. من الموصل محمد سالم، يو تي في.